Yaşa. صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد من حياتنا. نترافق ضمن محطاتنا الصباحية مع ضيوف وأخبار من سوريا والعالم. وقبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية دائما بنوجه تحيتنا لرجال الحق أبطال الجيش العربي السوري بأقدس واجب وطني وبطولات عم تشهد عليها تراب هالأرض الطاهرة. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن كالعادة قبل ما بلش بدي صبح على زميلتي أريج. يسعد صباحك أريج. يسعد صباحك نور، وإن شاء الله يوم كله خير يكون عليك وعلى جميع مشاهدي الإخبارية السورية. وصباح جديد بهاليوم من برنامجنا صباحنا غير. اليوم هو السبت المقدس، سبت النور لدى الطائفة المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. أعياد مباركة لكل مين عم يتابعنا، وتحيتنا دائما لكل مين عم يجعل من صباحنا نور وخير. صباح الخير لأبطال الجيش العربي السوري. صباحنا بلش لكن بباقي فقراته بعد الفاصل. أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم لسالتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحبب جراح. يوم أمس أقيمت القداديس والصلوات، صلوات الجمعة العظيمة، قداس وجناز السيد المسيح في البتركية المريمية وكنيسة الصليب المقدس بمنطقة القصاع برئاسة غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مع عدد من الكهنة وأيضا المؤمنون. تفاصيل أوفى مع زميلتنا لينا حاس. بمناسبة يوم الجمعة العظيمة أقيم قداس في كنيسة الصليب المقدس بمنطقة القصاع. ترأس القداس غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مع لفيف من الكهنة. نحن اليوم عيدنا لعيد دفن يسوع المسيح. بهذا الدفن نحن ندفن كل الخطيئة وندفن كل الأوساخ التي أتى بها الإرهابيين في سوريا، وسنعيد للقيامة قيامة سوريا بكاملها، شعبا حكومة وشعبا ورئيسا. ستكون هذه القيامة قيامة سورية حقيقية إن شاء الله. وهذا الشعب الذي رأيتموه المحتفل بهذا اليوم المبارك، هذه الليلة المباركة،
هذا يقول أننا نحن متجذرون في أرضنا سوريا ولن نذهب من سوريا وإن كثر كل الإرهابيين وغير الإرهابيين. نحن لا يهمنا، لا نخاف. نحن يسوع المسيح قال لنا لا تخافوا أنا معكم إلى انقضاء الدهر، ونحن لا نخاف لأن يسوع المسيح معنا، وإن شاء الله سوريا بكاملها تقوم من 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 وجعها ومن ألامها، حيث أخذ يسوع المسيح ألامنا معه على الصليب، واليوم دفن في القبر وسيقوم في اليوم الثالث إن شاء الله بعد يومين، وهذه القيامة تكون قيامة حياة لكل الشعب السوري. أيضا أقيم قداس الجمعة العظيمة في البطريركية المريمية بمشاركة عدد من الكهنة، وقام كشاف المريمية بعرض موسيقي. سوريا أرض الحضارة ومهد الأديان، واليوم وكل يوم ترفع الصلوات وتنار الشموع من أجل سلام سوريا وشعبها وجيشها، فكل عام وأنتم بخير. يعني بالفعل نور، امبارح كان في كتير عدد كتير كبير من كافة أطياف المجتمع السوري بكل الكنائس. يمكن امبارح عن جد حسينا رجعت الأعياد ورجعت فرحة الأعياد مثل قبل ما تدخل الحرب على سوريا، والأمان رجع لبلدنا أكيد بفضل انتصارات الجيش العربي السوري، وكانت الفرحة كتير كبيرة. مثل ما قلت أريج، هاي الصورة المعتادين عليها، كان كتير في يمكن حشد كبير من جميع الطوائف السورية، فمثل ما قلتي هي هي سوريا. إن شاء الله يا رب تبقى سوريا بألف خير. بدنا نتمنى جمعة عظيمة لكل المسيحيين. أما هلأ صار وقت لنروح سوا ونقلب بصفحات التاريخ لنشوف مع بعض أهم الأحداث يلي تسجلت مثل هاليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1795 بداية النظام المتري في فرنسا، إضافة إلى اعتماد وحدات القياس المتر والكيلوغرام. في عام 1948 تأسيس منظمة الصحة العالمية. في عام 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الإنترنت. في عام 2003 بدء الغزو الأمريكي على العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أيام على بدء العدوان الأمريكي على العراق. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1772 الفيلسوف الفرنسي شارل فوربييه، الكاتب المصري فيصل الندى عام 1945. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1947 رجل الصناعة الأمريكي هنري فورد. في عام 2017 الطاهر أحمد مكي، أكاديمي وباحث وناقد ومترجم مصري،
صباحنا لسه بأول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة غير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نور، ضمن حكايتنا لليوم عم بيكون في شخصيات كتيرة تركت أثرها بحياتنا. مين شخصيتنا لليوم؟ رح نتعرف على محطات من حياتها بهالتقرير. شار فوربييه، اقتصادي وفيلسوف فرنسي من مواليد عام 1772، صاحب نظرية اجتماعية واقتصادية عرفت باسمه. تأثر في حياته بالأفكار الاشتراكية التي سبقت أفكار وأدبيات كارل ماركس. لم يطالب بإلغاء الملكية، وإنما كان يدعو إلى الاتحاد في الإنتاج بطريق المشاركة الاختيارية، وأن يتاح لكل شخص العمل حسب قابليته الشخصية، وله الحق في تغيير نوع العمل. كان يأمل في تغيير العالم وتحويله إلى نظام اقتصادي أفضل عن طريق المثال الصالح، وليس عن طريق الوعظ والإرشاد. وتصور مستعمرة تدار على شكل هيئة تعاونية، بحيث يعيش أفرادها في بناء مشترك، ويختص كل منهم بعمل معين طبقاً لذوقه للإبقاء على حياة الجماعة. كان يأمل تشار في أن يقوم أحد الأغنياء بتمويل مستعمرته الخيالية، ولكن أحداً لم يمد له يد العون. وبعد وفاته عمد الكثيرون إلى تطبيق نظريته، وأسسوا عدداً من الهيئات التعاونية في فرنسا، كما طبقت نظريته في أمريكا من أمثال ألبريت بيرسبن وهورس جيرلي، وأنشئت مستعمرات في مزرعة بروك قامت على إدارتها ماركريت فولر وناثانيل وبرونسون وغيرهم، ولم يكتب لأي من هذه المزارع النجاح الاقتصادي. توفي تشار فوربييه عام 1837. أما هلأ أريج أولى محطاتنا لليوم عالم الصحة النفسية اللي بيعتبر مؤشر هام في بناء المجتمعات، ومؤخراً على صدى انتصارات رجال الجيش العربي السوري على الساحة السورية في كتير من الآثار السلبية خلفتها الحرب على سوريا، خصوصاً في وطأة المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم نور، ضمن مساحتنا النفسية رح نسلط الضوء على طرق الدعم النفسي وما الشيء الذي يجب العمل عليه لترميم آثار الدمار النفسي. هالمحاور وغيرها بتجاوبنا عنها الدكتورة رندا رزق الله، الإخصائية بعلم النفس وعضو الهيئة التدريسية بجامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة، يا هلا فيك. يسعد صباحكم، أحلى صبايا. يسعد صباحك دكتورة. خلينا بالبداية، يمكن الحرب خلفت كثير من الآثار النفسية على جميع الناس، يعني الصغار قبل الكبار. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كيف ممكن نتعامل معه نحن؟ أكيد هلأ آثار الحرب بدها تضل عم تطلع وعم تبين لبعد ما تنتهي الحرب تماما، يعني فعليا لسنوات طويلة، لأنه الآثار في ضغط نفسي كتير كبير، في صدمات نفسية كتير كبيرة تعانى منها الأطفال، عانى منها الناس، كلنا يعني كل الناس وين ما بروح، حتى بنقول بس يعرفوا اني اخصائيه نفسيه، يي عالجينا، يي عنا المشكله، يي عنا. فكل هذا موضوع مهم دكتوره، لانه ظروف الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه طبعا فيها ضغط نفسي كتير كبير، بالاضافه فمع الحرب فكمان. لا، هي ضغط الحرب هذا استثنائي، يعني هذا الشيء اكسترا بيجي على الضغوط البقيه، ولا وهذا الشيء ما كنا نسمعه قبل، يعني ما كانت العالم تعترف أو تقول أنه أنا عندي مشكلة نفسية أو أنا مضغوطة أو أنا مزعوجة أو عم نعاني من شيء أو يسألوا. فبالأخص هلأ لما بده يصير عنا الناس اللي بتطلع من الأماكن مثل الغوطة، مثل الأماكن اللي كانوا محصورين فيها لسنوات طويلة تحت ضغط نفسي مستمر، لأنه الزمن لعب دور كتير كبير بهذا الضغط وبزيادته. ففي عنا مراحل، ممكن 3 مراحل أو 4 مراحل للعلاج ولمواجهة الضغوط النفسية في الحروب.
بلشت هاي المراحل طورتها الجهود منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في مساعدة الناس الناجين من الحروب. لأنه لاحظوا طبعاً مو بس بسوريا هاي الحرب مثل ما بتعرفوا يعني موجودة صارت منتشرة بكتير بلاد عالم، ويمكن في بلاد كمان هلأ عم تنتظر وعم تتهيأ لحروب تانية. فالموضوع كتير كبير وكتير مستمر وأكبر من أشخاص أو من مدن أو من طوائف معينة أو من أمور مجموعات معينة. لذلك تطورت الصحة النفسية ثلاث أو أربع مراحل عنا لكيف نحن نواجه الأزمات النفسية بالحروب. أول مرحلة هي الإسعاف النفسي الأولي. تحت الإسعاف النفسي الأولي بيكون عنا أول شيء منقدم الخدمات الإغاثية. الإغاثية اللي هي من أكل وماء و هذا جزء من الضغط النفسي هذا ضغط نفسي اللي عم نعيشه بشكل يومي فعلا. يعني صوت القذائف هلا هون ونحن طالعين مباشر كمان بتأثر يعني ولا نحن تعاملنا معهم هلا شوي تعاملنا معه لانه بتلاحظي انه هيك منقوم منكمل يعني بنكمل حياتنا يعني كنا بالجامعة اول امبارح كمان نفس الشيء يعني بينزل القذيفة بنرجع منقوم ومنكمل يعني يمكن دكتورة في عدة مؤشرات للصحة النفسية لازم نتعامل معها، كيف نقدر نتعامل مع هالمؤشرات؟ اهم المؤشرات النوم، الأكل، قديش هو بيقدر يأكل وأكله منتظم صحي طبيعي، النوم وإيقاع النوم، عندنا الكوابيس والأرق أحياناً بالنوم ممكن يفيق بكير أو ينام متأخر أو يفيق متقطع نوم متقطع. عند الأطفال يعني عندنا التبول لا إرادي، عندنا عدم الانتظام، النقل كتير، البكل كتير، عندنا عند الكبار القلق التوتر، تلاقيه بيقوم بيقعد من على الكرسي بيفوت وبيطلع ما بيقعد بمكان ثابت، يعني دائما ودائما في عندنا إشكالية. بس هذا التوتر النفسي هلا مثلا نحن بشكل يومي عايشين تفاصيل الحرب وتأقلمنا نوعا ما مع هاي الظروف، يعني ممكن يكون في قذائف نازلة بالشارع، ممكن بعد شوي من الوقت بتلاقي العالم رجعت للحياة، هلا كمان نفس الشيء يعني نحن بتلاقينا كمان طالعين مباشر في قذائف بتنزل، في تأقلم ولا هو حالة استسلام نفسية؟ هو مو استسلام ولا تأقلم، هو حالة الإنسان بده يكمل، بده يكمل حياته، يعني طول ما عم ناخذ النفس وعايشين فنحن بدنا نكمل حياتنا. نحن تعودنا انه نكون جنود لأنه مثلنا، بتحسي انه فعلا هلا الانسان السوري انسان جبار يعني عايش تفاصيل حياته اليوميه هلا عم يختبرونا يعني. في اختبارات يوميه عم نتعرض لها بشكل مستمر، خصوصا نحن الاعلاميين، يعني بتشوفي المراسل الحربي أكيد. مرافق الجيش العربي السوري بجميع يمكن المعارك اليوميه ضد المجموعات الإرهابية المسلحة. نحن جنود خلفيين، جنود تانيين بالمعركة. يعني نحن يومياً وقت بطلع على شغلي بتوقع أني ما أرجع، بتوقع ما بعرف شو يصير، فما بنعرف كيف نكمل نهارنا، وبالتالي نحن جنود، كأني حطيت الخوزة وكأني لبست البدلة العسكرية وحملت سلاحي ورايحة على شغلي. فيومياً نحن هذا الشيء مستمر عنا وما فينا نقول لا، نحن بدنا نطلع من هذا الجو، بدنا نسافر ونطلع كلياتنا. نحن قدرنا انه نحن نضل ببلدنا طول ما هي باقيه، وهذا الشيء دم الشهداء يعني حق برقبتنا، انه مثل ما هن ضحوا وماتوا لا نحن عايشين وعم نقدر نكمل. ووقت اللي بيجي قدرنا وموتنا فبيكون في سبيل بلدنا. اوكي كمان بالتاكيد دكتوره يعني يمكن الحرب والاثار النفسيه كانت على الاطفال يمكن اكثر حتى من الكبار، اليوم كيف عم يتم التعامل مع موضوع الدعم النفسي بالنسبه للاطفال؟ للأطفال نحن عنا بكل الدعم النفسي عنا تقصير، وظهر الدعم النفسي بقوة بأول الحرب، ظهرت الحاجة له. بالحقيقة هي ظهرت وقت ما أجوا المهجرين العراقيين أو اللاجئين العراقيين لسوريا، بلشنا على الخفيف يعني بالتعامل مع هاي الحالات اللي ما كنا نسمع عنها ولا خاطر بالنا. بلشنا بعدين لنشوف اجت الحرب السورية، الحرب على سوريا، وتعرض الشعب والمجتمع السوري بكل طوائفه بكل مناطقه بكل مختلف أشكال العنف والإرهاب،
وبالتالي صار ضرورة لأنه نحن نواجه هذا الشيء. فصار في عنا حالة طارئة استثنائية لأنه نحن نعمل ونبني برامج خاصة للأطفال، ولكن بالحقيقة ما لها تخصصية، ما لها كتير بروفيشنال، ما لها كتير واصلة لمستوى اللي لازم، لأنه ما لها معدة بأوقات الرخاء بأوقات هذا، وعدت هيك على فجأة على غفلة. لذلك نحن نعتمد هلا اللي قلنا عنه هو الإسعاف النفسي الأولي، يلي هو نحن منأمن الحاجات الأساسية، بعد الحاجات الأساسية المكان الآمن. المكان الآمن هو اللي بده يسمح لنا بقى نسمع ونصغي لهالناس المصدومة أو الناس طالعة من الصدمة. فالإصغاء هو جزء كتير مهم من علاج الطفل، اللعب هو جزء كتير مهم من علاج الطفل، استخدام رسومات معينة وخلي الطفل يعبر قدر ما يمكن، قد ما بيقدر استثمر طاقات الطفل يمكن بطريقة صحيحة. الطفل بده يعبر لحتى يقدر يطلع ويعمل تفريغ انفعالي للشيء اللي شافه واللي عاشه، لأنه الصور بتضل راسخة، تعمل مثل حفر كأنك عم تحفري بالجدران أو بالصخر. الصور يمكن اللي بتترسخ بذاكرتنا أكثر من أي وقت آخر، فبتضل محفورة بالصخر. مثل كيف تنحفر بالصخر هيك تنحفر بذهنه، صور تجي هيك مثل فلاش باك. فنحن بحاجة لأنه نساعده أنه يطلعها يحكي عنها لحتى يحيدها ولحتى يقدر يقطرها بالنهاية ويقدر يتجاوز الأزمة اللي هو فيها. يمكن تنمية مواهبه ويمكن شغل كل وقته إن كان بالدراسة أو بنشاطات أخرى يمكن هي بتساهم كتير بتنمية الصحة النفسية عنده للطفل طبعاً. وخاصة يمكن مثل ما ذكرتي دكتورة أنه في شيء مرسخ بذاكرته، الأهل لازم يسعوا هن بالبداية يهتموا يمكن أكتر بصحة طفلهم النفسية، والبداية بتنطلق منهم. أي طبعاً، لأنه قلق الأهل بينتقل للولد، يعني لما يشوف الولد الماما قلقانة كل الوقت وضايجة وعيونها ساهمة وعم تقوم وتقعد وتحرك وتعيط على الأولاد وتضرب الأولاد وتكسر أشياء وتوقع أشياء، هو رح يقلق بحد ذاته، رح ينتقل له هذا القلق. فكتير مهم أنه الأم تتطلع بالولد، تحكي معه، تهدي حاله وقت هي عم تحكي معه قدر الإمكان. إذا ما لا قدرانة بنقول لا تحكي بعدي، وقت ما بتكوني قدرانة بتكوني قلقانة بتكوني ضايجة، لا تتواجهي مع الطفل ولا توجهي له أي ملاحظات بجوز هي جاية من قلقك مو جاية من فعلا حاجة نموه. يمكن نحن صرنا أكثر من 7 سنين في حالة حرب بسوريا، في جيل جديد خلق بالحرب، يمكن هون بيكون يمكن التركيز عليه الأطفال اليوم بشكل كتير كبير، مثل ما قلت يمكن خلال جلسات نفسية بالمدارس بالمراكز الثقافية. قديش هيدا مهم اليوم، يعني نحن عم نشوف جمعيات تطوعية، عم نشوف كتير من المؤسسات والوزارات عم تعمل بشكل مستمر هي الدورات لدعم النفسي للأطفال، بس كمان يمكن في كتير من الناس لازم كمان مثل ما قلتي الأهل لهم دور كتير كبير، الأهل كمان بدهم دعم نفسي طبعاً. يعني دورات دعم نفسي اللي يقدروا يتعاملوا مع أطفالهم بشكل صحيح. عشان هيك مهم يكون في مراكز متخصصة متطورة وعم تشتغل على حالة دائما، وحتى عم نشتغل على الفرق يلي عم تشتغل بهي المراكز لنطور مهاراتهم، لأنه ما بيكفي تدعمي الأهل أو تدعمي الأطفال، بدنا ندعم حتى هن الأشخاص الداعمين، يعني اللي عم يقدموا الخدمات النفسية نحن بدنا ندعمهم، بدنا نطور لهم مهاراتهم من خلال دورات، من خلال كتب، من خلال أمور تثقيفية معينة لحتى يقدروا يعرفوا يتعاملوا مع الناجين من الحروب. ولكل حرب لها خصوصيتها بالحقيقة، يعني ما فينا نعمم ناخذ خبرات من برا ونجي نطبقها مثل ما هي، لا في كل حالة لها خصوصية طالعة من قلب من الواقع المجتمع. تمام. فنحن بدنا نعرف كيف نتعامل، لهيك كتير مهم أنه ندرب الفرق المتطوعين، الأخصائيين النفسيين، السوشيال ووركرز اللي بيدعموا نفسي اجتماعي، كل هدول نحن المفروض ندربهم قبل ما نزجهم. يمكن التوجه الأخير آخر 10 سنين في سوريا عم نشوف يمكن انتشار لهيدا الشيء من خلال المرشد النفسي اليوم بالمدارس. سابقا لما كنا صغار ما كان عنا هيدا الشيء، اليوم عم نشوف بالمدرسة في مرشد نفسي، في أكثر من مرشد نفسي لكل مرحلة، مرشد نفسي يختلف يعني بالمرحلة الابتدائية عن الإعدادية عن الثانوية. فنوعا ما يمكن هي الثقافة بلشت تنتشر بشكل كتير كبير.
لكن هذا غير كافي. يعني غير لازم كافي، لازم يكون في جهود أكبر وتكاتف. بحاجة لمراكز كبيرة لتستقبل الناس المنتقلة من مناطق لمناطق، للناس اللي كانت عم تعاني أو محصورة بمناطق معينة تستقبلها، تقدم لك كل الخدمات، لأنه في عنا حتى خدمات قانونية بحاجة لهم. العيال انفصلت، العيال نص العيلة راحت استشهدت ونصها موجود، فبدنا نعرف مين أهله لهالولد، بده يعرف كيف بده يعيش. يمكن أريش كمان شفنا حالات إنسانية دكتورة، شفنا حالات إنسانية كتير من الأهالي اللي خرجوا من الغوطة الشرقية واستقبلتهم الدولة بمراكز الإقامة المؤقتة. شفنا حالات إنسانية مؤلمة، يعني كان في انفصال عن الواقع اللي عايشينه، كان في يمكن حصار، في رهاب كتير موجع للصغير قبل الكبير. هدول الأشخاص الدعم كمان النفسي يختلف عن الأشخاص اللي عم يعيشوا حياتهم اليومية مع ظروف الحرب اللي عم نعيشها. فينا نقول هذا اللي قلنا، أنه نحن بمرحلة الثالثة أو الرابعة هي الدعم النفسي التخصصي، الطب النفسي. ممكن نلاقي حالات شيزوفرينيا، ممكن نلاقي حالات اكتئاب، ممكن نلاقي حالات هستيريا، هوس، طالعين من جوا، حالات صدمة نفسية عم تتعبر عنا جسديا. فنحن بحاجة للتعامل مع هاي الحالات. هون بقى منلجأ للطب النفسي، مراكز الطب النفسي والعلاج النفسي، وتكاتف الدوائي مع أنواع العلاج النفسي يلي من التحليل النفسي والعلاج السلوكي المعرفي والعلاج السلوكي إلى آخره من أنواع علاجات. ولكن المرحلة الأولى بتكون الدعم النفسي الاجتماعي بالإطلاق. يعني يا دكتورة، لأي درجة نحن بالفعل بحاجة لتعميم ثقافة مفهوم الدعم النفسي لحتى تكون بنية أساسية لبناء المجتمع بالمرحلة المقبلة؟ طبعا هذا الشيء بقى عليكم انتم الاعلام انه تنشروا، وهذا الشيء عم تعملوه من اول الحرب مشكورين. كل الجهات الاعلاميه الوطنيه هي عم تساعد دائما بنشر الوعي النفسي، وصار حكينا انه صارت الناس تعرف انه انا هلا نفسيتي تعبانه، انا هلا مكتئب، انا هلا الان ما عم نام، يمكن نفسيتي تعبانه. مو ضروري انه في شيء جسدي بيولوجي، وانما ممكن كتير النفسي يودي لمشكلة بيولوجية. يعني الأمراض النفس الجسدية كتير بتظهر بالحروب، مثل الشقيقة، مثل القرحة، الضغط، ارتفاع الضغط الشرياني، الحساسية، كل أنواع الأمراض الجسدية اللي بتتحسس مرتبطة بالنفسية، فكتير بتظهر بالحروب. الديسك مثلا بنلاقي كتير عالم بيعانوا من الديسك، صاروا آلام المعدة فجأة، لأنه في تشنجات بالعضلات اللا إرادية بتصير، فهي كلها على المدى البعيد تعملنا إشكالية جسدية. طيب بالختام دكتورة، نصائح عامة بتحبي توجهيها لكل المشاهدين؟ احنا دائما أملنا أنه بكرة أحلى بهمة رجال الجيش العربي السوري، الانتصارات الكبيرة اللي عم يحققوها على أرض سوريا. أكيد. فنصائح عامة لكل اللي عم يشوفونا هلأ. أكيد، يعني الناس كلها أساسا هي كانت عم تجاهد وكانت عم تشتغل، يعني تقدم من قلبها لبلدها، وبالأخص يلي بعدهم هون، وبالأخص يلي تحت كل هالظروف الصعبة هنن عم يشتغلوا وعم يقدموا لبلدهم. فهذا بدءا من على رأس القائمة طبعا أبنائنا بالجيش العربي السوري يلي استشهدوا، واللي شافوا الموت بعيونهم، واللي لهلا لساتهم الله يطول بعمرهم، هنن اللي قايمين بالبلد، وهن اللي عم يحمونا، وهنن إذا نحن قاعدين هون فبسبب كمان بوجه كلمة إنه نحن دائما بده يكون عندنا أمل. طول ما الإنسان عم ياخذ نفس، فهذا النفس كتير غالي وكتير مهم، وبنكتشفه بأثناء الحروب والأزمات والأمراض والعمليات، اللي بيعمل عمليات صعبة واللي بيطلع من صدمات واللي بيطلع من تحت الدمار بيكتشف هالنفس اللي عم ياخده قديش هو مهم. والناس بتحس ولبكرة بده يضل متابع هالنفس، بصير عنده مثل الإصرار على أنه أنا بدي تابع هذا الإصرار. بالتأكيد تميز فيه كل السوريين والأمل الموجود عندهم والأيام اللي جاية اللي عم تحمل كل الخير إن شاء الله. نحن بنشكرك دكتورة رندا على هالمعلومات المهمة اللي أعطتينا إياها اليوم. تسلمي، شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتورة، ومثل ما قلتي يمكن الإصرار والتحدي لاستمرار الحياة هو اللي بيميز كل السوريين. يعني السوري اليوم اللي عم يروح على شغله بجميع المناطق وجميع الأماكن، أكيد نوجه تحية لكل السوريين، ونوجه تحية لرجال الجيش العربي السوري والرحمة لكل شهدائنا.
للكادر الموجود هون، يعني في قذائف نزلت وبعدهم مكملين، فأكيد نوجه تحية للكل. ننتقل هلأ لتقريرنا التالي. فقد عقدت رابطة الأسرة مؤتمر التأسيس العلمي الأول بالتعاون مع نقابة أطباء سوريا تحت شعار إننا مصممون على متابعة مسيرة العطاء والبناء لوطننا. مقتطفات من المؤتمر رصدتها كاميرا الإخبارية السورية اللي كانت حاضرة برفقة زميلتنا سالي الشعر. خلونا نتابع. يتم تقييم المريض المبدئي ويقوم طبيب الأسرة بتشخيص الأمراض الشائعة والمزمنة ويعمل على تعزيز الصحة والتثقيف الصحي، وكذلك من خلال هذا المؤتمر يتم التعريف على برنامج طب الأسرة الذي يهدف إلى تطوير النظام الصحي التكاملي للخدمات المقدمة للتمكن من تقديم الخدمات النوعية للعدد الأكبر من المجتمع بكافة شرائحه. زمن انعقاد مؤتمرنا مع انتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري، ونحن جنب بجنب ايد الجيش بفترة صعبة من عمر سوريا، وقفنا معهم، هن حمونا ونحن طببنا جراحهم، مصممين انه يضل المحاور العلمية في نقابة اطباء مستمرة، ما بتوقف مهما كان الارهاب قوي، نحن اقوى منه. شفنا الخطوة الأولى لحتى نرقى بهالاختصاص ونرتقي معه، لحتى نظهره للناس اللي حوالينا ويعرفوا شو يعني طب أسرة، لأنه هيدي المشكلة الكبيرة اللي عم نعاني منها نحن، أنه الناس ما عم تعرف شو يعني. يعني نور، دايما النشاطات الثقافية وأيضا الطبية وكل الفعاليات مستمرة ببلدنا سوريا، ودايما في دلالة على انتصار الحياة. أكيد إرادة الحياة مستمرة أكيد بسوريا، مع كل يوم، مع كل فجر، مع كل يمكن شروق شمس. وأيضا نور، هالحياة يلي عم تمثل انتصار وصمود رح نتابعها بمادتنا الختامية لليوم، مع رحلة بقطار الربوة بختام زيارة الوفد المدني للجمعية السورية السويسرية مع زميلتنا نرمين حسن عمار. ربما هي صافرة البداية لعودة المياه إلى مجاريها. لأكثر من 100 عام بقي هذا القطار شاهداً على علاقات ودية مع شعب سويسرا، وبقي ينظم الرحلات الترفيهية للسوريين لما يقارب 112 عاماً لم تمنعه من الحركة سوى ظروف استثنائية للحرب. مع انتصارات الجيش العربي السوري بدأت العاصمة دمشق تشهد زيارة عدد من وفود أصدقاء سوريا، وآخرها كان زيارة وفد المدنيين من جمعية الصداقة السورية السويسرية الذي فضل إنهاء رحلته والتي استمرت لعشرة أيام لمختلف المحافظات السورية على متن قطار الربوة برفقة ما يقارب 100 طفل سوري. خلال زيارتنا وجدنا إيجابية كبيرة في سوريا، وأحببنا أن نوصل رسالة أنكم أرسلتم المدافع والسلاح لسوريا، واليوم نحن أتينا سياحا. لنا الفخر بأن نجري رحلة في القطار الذي أهديناه لسوريا منذ أكثر من 100 عام، ونود أن نجدد العلاقات مع هذا البلد. ردنا نثبت للعالم اللي عم يدعموا ويدعموا هالإرهاب، وخاصة نوصل رسالة الحقيقية للشعب الأوروبي، خاصة للفرنسيين والإنجليز والأمريكان اللي بنوا هالإرهاب في بلدنا وأرسلوا الآلاف من المجرمين لتدمير هالأرض المقدسة هاي. واليوم عندما وصلنا إلى دمشق والمناطق الأخرى كان الجروب بحالة سعيدة جدا جدا. Thank you.
بعدما يقارب 8 سنوات من الحرب على سوريا، كثير من العلاقات الدبلوماسية خرجت عن سكتها الصحيحة، واليوم 17 مواطنا مدنيا من أصدقاء سوريا حول العالم يزورونها لتكون رحلتهم الأخيرة على متن هذا القطار برفقة 100 طفل سوري. من محطة العامة للإخبارية السورية، نرمين عمار. لهون أريج بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، أكيد لتبقوا على آخر اطلاع على آخر الأحداث السياسية بسوريا والعالم، ابقوا برفقة الإخبارية السورية، وتحيتنا الدائمة بالبداية والختام لرجال عهد الله فصدقوا، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم، إلى اللقاء. أكيد بنتمنى نور هاليوم يحمل كل الخير والسلام والأمان لبلدنا سوريا، وألف رحمة لكل الشهداء وأيضا الشفاء العاجل لكل الجرحى. إن شاء الله كل الخير لك يا بلدي، إن شاء الله ما يصيبك أي أذى وترجع الأفراح تعم فيكي. بداية نهار رح نختم في صباحنا، لكن على أمل أنه نلاقيكم كل يوم الساعة 9 صباحا من فريق عمل البرنامج. أطيب تحية لكم، باي باي.